وفكرني في موضوع واحد محملني امانه لازم اتكلم فيه. اديني فكرتك. دلوقتي كابتن سعد سمير مستاء جدا جدا مما يكتب وزج بيه ان عنده مشكله في التجديد. طب الكابتن سعد سمير ما نرجع كده من 4 شهور. ده احد الذين وقعوا على بياض. ايوه. ولما نوقش قال لهم انا انتوا عندكم دلوقتي موقف سعد سمير وزمايله. انا لعيب مثلا دولي اللي زي بياخد ايه؟ مش بقول ان انا لازم اخد على حاجه، بس انا متاكد ان النادي الاهلي مش بيظلم ولاده. وقفل الموضوع عند هذا الحد ولم يفتحه، لانه فاجئ ان كل يوم والتاني في كلام وزاج باسمه. فهو طبعا لا غير حقيقي. سعد سمير واحد من القيادات الواعده داخل الفريق، تشعر انه عنده رجوله، تشعر عنده مسؤوليه، عنده حماس، بيهزر شويه لكن هو عارف امتى يوقف الهزار ده. عشان الوقت اللي جاي الحقيقه ما فيهوش هزار. في تحمل للمسؤوليه، وهو واحد اولئك الذين يتحملون المسؤوليه واهلاوي يعني رزل داخل الفريق. فباذن الله هو امثاله وبمثل هذه الروح اللي كان حريص انها لازم تتوضح، يبقى نطمئن على ان النادي الاهلي ناقص بس ايه، ان في شويه حاجات صغيره كده. انا اسف قدره الكابتن محمد يوسف والجهاز على لملمه هذه الامور الصغيره، عشان الفريق محتاج لكفاءه كل اولاده خصوصا في مرحله التجديد.